بالنسبة للإرادة يعني هي خطة مبدئية تساعد الإنسان على تحقيق الأهداف. إذن الفرق بين الإنسان والحيوان هو أن الإنسان تكون له إرادة وأهداف مسطرة. يعني الإنسان الذي لا يمكن الإنسان يعني الذي لا يملك الإرادة لا يستطيع أن يصل الأهداف. فالإرادة هي واجبة جدا جدا في بلوغ الأهداف، وتجعل الشخص يبتعد نوعا ما عن كل العقبات وكل الفشل وكذا. وهذه الإرادة هي التي تنقصنا نحن يعني العرب عموما والجزائر خصوصا. يعني تجد الجزائري أو العرب بصفة عامة دائما يعني محبط ودائما مصاب بالملل وكذا، وهذا ما حققنا يعني في كل شيء نحقق مراتب في ذيل الترتيب. فيعني هناك علاقة استلزامية بلغة الرياضيات، يعني الإرادة تستلزم بدون شك النجاح. يعني الإرادة على بالك هي الحاجة الأولى. الإرادة منين تجي؟ تجي سوا ديزون من شخصية تاع الإنسان والقناعة والإيمان بربي. كي تكون عندك هاد الأشياء هادوما ما تخاف حتى واحد، باسكو هاد الضغوطات تاع الدنيا هادوما كون سابل كيما يقولوا حواجز. يقول لك الطفل الصغير باش يتعلم يمشي يطيح ويمشي، صافي يدير الطيحه هذيك عندها لو شارم ديالها، كي طيح تولي تعرف تمشي. لا فولونتي هي تحقق لك المستقبل نتاعك. بلا لا فولونتي ما دير والو. يفو لازم واسمو يفوك تساكريف باش تلحق الاهداف نتاعك. شوف حياه الانسان مركبه وليست مفروشه بالورود. المواظبة نصف الحياة، الاستعداد يضيف أشياء وأشياء، الرغبة تحبذك وتحبب لك الأشياء الكثيرة خاصة إذا كانت الأشياء الإيجابية. ولذلك في الإرادة تغلب، في الإرادة يعني تأتي بالمعجزات. وإذا كنت إراديا سواء كنت في الدراسة أو في العمل أو في الشغل واحد أو في الصلاة بالدرجة الأولى وغير ذلك، بإمكانك أن تخلق المعجزات، لان بدون اراده لا تفعل شيئا. كلها فولونتي كيما يقول لك. تقدر فهمت الاخ، لازم تكون عندك الاراده، لازم يكون عندك يعني الشجاعه باش تحقق اهدافك انت ولا الاهداف تاع البلاد ولا. اذا مشاهدينا كانت هذه اراء المواطنين، كانت اراء كلها تصب يعني في انه الاراده والطموح يعني تذب وتخلق المعجزات مثل ما قال احد المواطنين. وحنا هذا هو ملفنا الصباحي لنها اليوم بحضور مدرب التنميه البشريه. قول الاستاذ عبد الحليم ماضي، نرحب بك، صباح الخير. اهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الكرام. اذا نقول الاراده او الجذب باختصار، يعني ما هو الجذب باختصار استاذ عبد الحليم؟ والله الجذب هو عمق تاع الإرادة وهدف الإرادة ومناطها. فالجذب هو التقاء الإرادة مع الفرصة. وبالتالي كل شخص فينا الآن عنده إرادة. لو سقسي كل شخص تقول الآن ولد صغير ولا كبير، كل واحد عنده أهداف والحياة كلها أهداف. هناك عنده اللي يريد جذب الصحة، وهناك من يريد جذب المال، هناك من يريد جذب الزواج، هناك شهادة في التعليم، هناك منصب عمل. كل شخص عنده أهداف يريد الوصول إليها. وبالتالي عندما تلتقي هذه الإرادة مع الفرصة المناسبة لتوصلك الهدف فهنا تسمى بالجذب. وأشار إليه القرآن أيضا، قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلما تلتقي الإرادة بالفرصة يحدث ما يسمى بالجذب. يعني عن طريق الإرادة نقولوا يعني الإرادة هي اللي تجذب الفرص. بالفعل الإرادة هي التي تجذب الفرص. وبالتالي كثير من الناس يعتقدون أن السعادة هي يأجلوها حتى تأتي الفرصة. فيقول لك أنا لا أشعر بالسعادة تاع الزواج حتى أتزوج، لا أشعر بالسعادة تاع الدراسة حتى أحصل على الشهادة. فهو الآن سعادة هي الداخلية، هو يأجلها أوكي حتى يحدث الهدف. وهذا ما يخلي الناس لا تصل إلى أهدافها في كثير من الأحيان ويبذلوا جهد أكبر. صح. لأن كما يقول وين داير، يقول أن السعادة هي طريق وليس محطة نصل إليها. وبالتالي بالسعادة تصل إلى الهدف تاعك. لا بد أن تشعر بالهدف قبل أن يحدث، ما تأجلش الشعور حتى يحدث الهدف. وبالتالي إذا أردت أن تشتري السيارة عليك أن تشعر بمتعة قيادة السيارة قبل أن تشتري السيارة.
إذا أردت الزواج عليك أن تشعر بسعادة الزواج قبل أن يحدث الزواج. إذا أردت تنجح في دراسة لابد أن تشعر بهذا الهدف قبل أن يعني تخيل هذاك طعم ذاك النجاح أو بالفعل. يعني حتى يوصل المبتغى. بالفعل لابد الجذب لديه خطوات ولديه أيضا مهارات لابد أن نتبعها. هناك أشياء لابد أن يتحلى بها الشخص وهناك أشياء لابد أن يتخلى عنها الشخص أيضا. فهناك موانع أيضا لهذا الجذب، لكن فقط أريد أن أشير يعني شيء معين، فكثير من الناس يعني يعتقدون أن الإرادة ووصولها إلى الأهداف وجذبها للأهداف يقول لك هذا نوع من الغراء ونوع من التحفيز فقط، لكن لا علاقة له بالجانب العلمي. ولهذا أريد أن أشير إلى الجانب العلمي في هذا المجال، لأن الناس تقدس العلم اليوم وكثير من الأشياء هي واقعية لكن تحتاج الى مبررات علميه. صح؟ يعني كاين مبررات علميه. اول شيء نعرفه في الفيزياء خاصه في مطلع التسعينات جاءت ما يسمى بفيزياء الكم، وكان الكون يعني جزيئات الكون كانت مختزله في ذره فقط. الذره هذه فيها النواه والبروتون والالكترون. لكن بعد التسعينات جاء ما تحت الذره، علم تحت الذره او فيزياء الكم. وهم خبراء في فيزياء الكم إيموتو الياباني ليكتشف بلي أن هناك مكونات الذرة هناك مزيج بين المادة والطاقة هي اللي تكون الذرة، وبالتالي اكتشفوا أن الإلكترونات تتحرك بناء على أفكار الإنسان وتتأثر بأفكار الإنسان. ففي جامعة أريزونا فدانوا اختبار على حركة الإلكترونات، شافوا حركة عشوائية، لكن لما يريد الباحث أن يدورها لليمين دور اليمين، لما يقولها دور اليسار دور اليسار، تتأثر بالطاقة، فوجدوا أن المكون الأساسي لهذا الكون والمادة هي الطاقة، الإنرجي، وتتأثر. جاء بريس ليبتون عالم أمريكي أيضا، اكتشف تواصل عن بعد بين الجسد تاع الإنسان، الناس اللي يبتروا أقدامهم وكذا، ينحلوا من قدم بعد 5 أمتار ويدير كهرباء في القدم دياله. فيشعر الشخص بوجود الكهرباء في جسمه، ما يشعرش بالالم لما تكون في رجله، لكن يشعر بلي داروا له كهرباء، هو ماهوش يشوف فيها اصلا، كي ينحيوها يقول لهم خلاص الان راحت، وبالتالي تواصل الطاقوي بين الذره وبين المكونات الماديه للكون، وبالتالي هذا موجود، وإيموتو اكتشف جزيئات الماء وتاثيرها بالطاقه تاع الكلمات، فشاف ان هذا الماء يتكون من جزيئات، وتتشكل هذه الجزيئات في شكل جميل ومرات الأخرى في شكل بشع. إذن عندما تقول كلمات إيجابية، فأنت لما تقول للماء كلمات إيجابية سواء باللغة الإنجليزية أو اليابانية أو العربية فهو ما هوش يفهم اللغة وإنما يفهم طاقة الكلمة ويتأثر بها. ومن هنا جاء التواصل عن طريق الطاقة في الكون، وهنا صعد قفزة نوعية في علوم الطاقة وبدأت الآن مبررات العلمية للتواصل بالطاقة. يعني هذه بالنسبة للمبررات أقول العلمية، لكن يوجد أشخاص كثير يعني يقولوا أنه جربت الجذب لكن لم يتحقق لي أي هدف. رائع، سؤال مهم جدا، لكن قبل أن نروح للتجريب بتاع الجذب نروح إلى المبررات الدينية. هناك حديث عن علي رضي الله عنه قال، يعني هو موقوف على علي، يقول تفاءلوا بالجذب تفاءلوا بالخير تجده. إذا فالتفاؤل هو يعني قوة الجذب وقوة الإرادة، فهذا مهم جدا. ويقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، يعني أنت هو الظن تاعك. أوكي، فبالتالي فهذه كلها مبررات. الواقع الآن كم من مرة نفكر في إنسان ثم نجد الهاتف في صوني يصيب هذاك الشخص اللي فكرنا فيه، ربما سمعوا طبطي في الباب نحلو نقول دوك تخمم فيك. وبالتالي هذا الان تواصل وتواصل طاقوي، اذا افكارنا لديها دبدابات، مشاعرنا لديها دبدابات، وبالتالي حتى الهدف لك توصل له عنده دبداباته. لما تبعث له الشعور والدبدابات تاعو ولا فريكونس تاعو ستجذبه اليك. وانت تحقق ما تشعر به. وبالتالي اذا فكرت في الهدف، كاين اشخاص مثلا يحط هدف ايجابي على مستوى الوعي لكن شعوره سلبي. فهو يقول الآن أنا ما عنديش زهار، أشعر بالحرمان إلى غير ذلك، وفي الآخر من يولد الطاقة؟ هو الشعور، وبالتالي هذيك الطاقة السلبية هذيك الطاقة السلبية تجذب له ما يشعر به وليس ما يفكر به. لابد أن تشعر بما تفكر به. أوكي، ولهذا قلت لك أنا الآن السعادة هي الطريق وليست الهدف. هذا شيء معين. أما التي قالت أن نحن جربنا الجذب، وهذا سؤال يطرحه لي بزاف خاصة في الدورة التدريبية، يعني تقريبا كل أشخاص اللي يحضروا الدورة التدريبية في الجذب يعني يعطوك نتائج مبهرة.
يعني تصوري مره وحده في دوره تدريبيه قالت لي حضرت الجذب لاني عامين وانا ندفع في السي في ما قبلونيش. راحت للدار بعثوا لها شركه اللي بعثت لها لحقت خبت بريه عيطوا لها تخدم. قالت لي يعني طبقت الجذب هنا في الدوره ريزيتا سير بلاس. اما كطريقه جربت كلمه جربت نحوها على حيطه جربت اذا قلت جربت معناتها احتمال احتمالين اما اصل الى الهدف او لا اصل صح؟ اذا وضعت يعني احتمالين او افشل ولا اذا وضعت احتمال تاع الفشل فهنا الطاقه تاعك الان هي متذبذبه صح؟ لان من شروط الجذب اليقين واليقين لازم يكون 100% بمعنى ما تدخلش احتمالات الفشل في هذا المجال. وبالتالي لما قال جربت فهي الان كانت تتوقع اما ان تفشل او تنجح. هذا التوقع تاع الفشل جذب لها الفشل او اخر الى عليها الجذب او وصل الى الهدف. لابد ان تضع. ولهذا الله عز وجل مثلا في القران يقول لك ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه قوه اليقين. وقال ادعوا الله وانتم موقنون في الاجابه. يعني وكان كذلك انه يعني يكون هذا الجذب اقول بالتطبيق الصحيح له صح صح يعني وش بالنسبه لك وش هي الطريقه الصحيحه حتى يكون يعني باختصار شديد نعطيك الخطوات الاربعه للجذب يعني المشاهدين حتى يعرفوا الخطوات لان كثير منهم يقرا الجذب في الانترنت وكذا وكذا وبالتالي ما يديش المعلومه متكامله يديها مبعثره ما يعرفش كيفاش يطبقها. لكن في التدريب تمشي خطوه خطوه. اول خطوه في الجذب هو التعبير عن الاراده. وش معناتها تعبير عن الاراده؟ الجذب ليس امنيه. الامنيه عند العرب هي الرجاء من غير عمل بمعنى قاعد يتمنى لكن لا حركه ولا فعل. لابد ان تعبر يعني عن الحركه تحرك ترزق تحرك ترزق. ولهذا ربي قال مريم عليه السلام يا بالحمد قال هزي اليك بجذع النخله يعني طالب منها ان تعبر على الاراده تساقط عليك رطبا جانيه وان كان الفعل تحيا امبوسيبل زعزع النخله صح لكن ربي طالب منها التعبير على الاراده هذا مهم. اذا التعبير على الاراده التعبير لاحظي ليس فعلا فقط فعلا وقولا وكتابه لان هذه كلها رموز لأن الكون يتعامل مع الرموز وليس مع المعاني. وبالتالي لما تتحرك فهذا يعني رمز على أنك تريد هذا الطالب. أوكي؟ إذا فالحركة مهمة جدا. هذا وش يدير؟ راح يرفع مستوى الطاقة لديك. أوكي؟ جي الخطوة الثانية وهي اليقين يتكلم عليها. أن تتيقن بالوصول إلى الهدف، ما تدخلش الشك. أن تصل إلى الهدف. الخطوة الثالثة وهي الخيال أو تصوير الإرادة. وش معنى الخيال؟ بمعنى احنا نريد أن نصل للأهداف لكن الشخص الذي يريد أن يصبح طبيبا لابد أن يرى تلك الصورة في مخيلته أنه طبيب. والذي يريد أن يشتري سيارة لابد أن يتخيل نفسه وهو يقود السيارة. الذي يريد أن يتزوج أن يتخيل نفسه وهو متزوجا. الذي يريد أن يشتري بيتا لابد أن يتخيل هذا البيت. لماذا؟ لأن الصورة في الأخير هي رمز وبالتالي يسهل الوصول إليها. لما تحط الهدف ما فيش صوره يصعب الوصول اليه. انت طفل صغير مثلا تقول له روح جيب لي هدف تعطي له الرمز ما يعرفش لكن ما تعطي له الصوره تقول له هذا الهدف يروح مباشره يجيبه. وبالتالي الان الصوره اسهل وتسهل الطريق في الوصول اليها. ويبقى العنصر الرابع وهو الاهم التلقي. كيف نتلقى الفرص؟ الان انا الاراده تاعي طلعت والطاقه طلعت الان بدا جذب الفرص. لاحظي جيدا لا نقول فرصه نقول الفرص. لا يوجد في الكون فرصه توجد فرص قانون الوفره. المال ما يخلاش العلم ما يخلاش الزواج ما يخلاش الصحه ما تخلاش. وبالتالي لا تضيق واسعا. احنا بزاف نهضروا هذه الفرصه الاخيره ما حضرتهاش راح كلش وكان ما ديرش هذه راح تالي صح. وهذا يقلل الطاقه. كاين اللي يقولوا انه تجي فرصه خطره في العمر وهذا ايضا معيق في الطاقه. وبالتالي الفرص لا تنتهي. اذا كي نقول الفرص لا تنتهي هناك فرص لاحظي الفرص خارجيه هناك فرص اعلامها وهناك فرص لا اعلامها. قادر الانسان مثلا حب يترفع الفرصه لو يشوف فيها انه لما يطلعوه في المنصب يولي مثلا المدير يتحصل على الدخل افضل حب يرفع مستوى الدخل لكن ربما الفرصه المناسبه ماهيش في الوظيفه اصلا هي برا. قادر يتزوج يترفه، قادر علاقه يترفه، قادر يرحل يترفه، صح؟ إذا قادر يولد يترفه، إذا كاين فرص أخرى. لكن هو الآن موجه طاقته لديك الفرصة، ولهذا أنا أنصح في الجذب ألا تتعصب للفرص. أنت ركز على الإرادة ديالك، وكون مرن مع الفرص، بمعنى إذا صار أن شونجمون في حياتك، أحيانا دير هدف مثلا أنك يزيد الدخل ديالك، غدوة يخرج قرار بطردك من العمل.
فهنا ما تقولش انا الان في الجذب ما مشاليش، هنا لازم تكون مرن. لماذا؟ لان قد تكون الوظيفه اللي فيها معيقه للرزق ديالك، وربي راح يوجهك الى رزق افضل. وهذا حدث مع اشخاص بالفعل التفاؤل. بالفعل التفاؤل، خلي دائما طاقتك مع الفرص. ولهذا كلما كنت مرن مع الفرص كلما خليت الفرص الاقوى تاتي اليك، لان ادراكك انت لا يمكن تدرك كل الفرص الموجوده في الكون، وبالتالي كل الذي يدرك هو الله. ولما الله عز وجل وجهك الى اتجاه معين، ماذا يعني هذا؟ دوك نعطيك مثال، احيانا ربي يوجهك الفرصه بالقوه لان هي تحقق لك المصلحه تاعك. الطفل الصغير مثلا لو كان يما صباح كي تنوضوا صباح ما يحبش ينوض لمسيت، وهو يبكي وتنوضوا دراعه وتديه وكذا، هو الان ويشوف لي يما هذه راهي الان تعيق حريته، صح؟ لكن في الاخر كي يكبر يقول لك ماشي ما مثلا ما ننجحش ما نوصلش هذا كما قال توماس ايديسون انا مدين بنجاحي لامي. في مختلف لأمي. المواقف نقولوا يعني كنت انت يمكن ما نلحقش الهدف ولله المثل الاعلى. اذا واش معناتها مثلا الاشخاص فقط سبب سبب، وبالتالي لازم نخلي حسن الظن بالذي يدبر الفرص، انا عند الظن بي عبدي به، اوكي؟ وبالتالي هنا قانون الجذب رائع جدا يغير لك فلسفتك في الحياه. ويبقى شيء معين ايضا لابد ان ننتبه اليه في الجذب وهو التخلص من موانع الجذب. كاين مثلا تشاؤم طيب هذا التشاؤم والاشياء يمكن التشاؤم هو اللي يكون حاجز بينك وبين الوصول الى الهدف. حاجز التشاؤم هو لحظه، التشاؤم هو طاقه ايضا ويجذب لك كل ما تشاؤمت به. فالان واحد ولد يقول انا وليدي ما ينجحش في القرايه، ما ينجحش، يقول بنتي ما تزوجش ما تتزوجش، يقول انا ما عنديش زهر ما عندوش زهر. يعني مؤخرا في دراسه يعني كنا عرضناها من خلال البرنامج انه يقول لك التشاؤم مفيد للصحه. التشاؤم مفيد للصحه. للصحه انا شخصيا إذا كان هو طاقة سلبية فما شفت أنا طاقة سلبية تفيد للصحة، يعني الدراسة هذه لست أدري ما مصدرها. دائما يقول لك يعني الشخص يتنبأ واش راح يسرى حتى ما نقولوا احنا ما ينهزش. شوفي التشاؤم شعور، أما التنبؤ فكر. أنا إذا وضعت خطة استراتيجية ووضعت التحديات، مثلا أنا ممكن أنا نفتح محل تجاري أهم التحديات حتوقع لي كذا كذا كذا، هذه التحديات وليس لا أتشائم منها وإنما هذه تدخل في إطار التخطيط. أما التشاؤم هو شعور يعني أنا لا أنجح في هذا المجال، أما أني أضع الخطوط الخطة البديلة وأرى العقبات والتحديات هذا ليس تشاؤم. أوكي، هذه التحديات كما يقول الغزالي رحمه الله. أي شيء يعني الوصول إلى الهدف يمكن فيه عقبات، في يعطيك الصحة، ما يقول لك هبطات وطلعات. لكن يعني لاحظي جيدا حتى في الجذب النظرة إلى العقبات هي ليس نظرة سلبية أو تشاؤمية. يقول الغزالي رحمه الله يقول لا تسمي المشكلة مشكلة وإنما سميها تحديا، فما دام تحدتك فلأنك أقوى وليتحدى إلى الأقوى. نحن ننمو بالتحديات، أساس النمو هو التحديات، وبالتالي إذا ما كانش عندك تحديات عليك أن تبحث على التحديات لتتطور. أنت الآن لما الطفل دخل يقرأ رياضيات 5 زائد 5 كان تحدي كبير، الآن كي تفكرها يبدأ يبتسم يقول هذه شغل حاجة بديهية. إذا النمو يجي عبر التحديات، لكن يبقى شيئين لازم تخلصوا منهم هو الخوف والحزن، مهم جدا. الخوف والحزن هما الخوف والحزن والتشاؤم. والله التشاؤم يدخل في الخوف، الخوف هو ام الامراض والحزن، وهما شوف كاع امراض نفسيه مربوطه اما بالمستقبل او بالماضي، صح؟ فاذا ارتبطت بالمستقبل تدخل في عائله المخاوف، واذا ارتبطت بالماضي الاحباط وخيبه الامل وكذا، كلها مربوطه بالماضي بالحزن. صح. وبالتالي ربي يقول كلائنا اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعطيك قصه بسيطه جدا نختم بها. أم موسى لما خافت على ولدها قال فرعون اقتلوا رجالهم واستحيوا نساءهم، واش دار؟ بقى لها ابنها قال ربي نقضي فيه، وأوحينا إلى أم موسى أن اقضي فيه في اليم، ماذاش قالها؟ وأن لا تخافي ولا تحزني إن رده إليك. هنا ربي قالها واش حبي يقول؟ لحبيتي وليدك يولي إليك أعطى لها الشرط ألا تخافي ولا تحزني، وهذا شرط مهم في الجنة. وكانت يعني قصة يمكن ناخذ منها العبرة. يعطيك الصحة أستاذ عبد الحليم ماضي لذا التدخل فيما يخص عقول طرق وتطبيق الصحيح للإرادة والجذب، وهذا نقول الإرادة والطموح يخلق المعجزات. احنا ملفنا الصحي اليوم راح نتحدثوا عن الحساسية الموسمية، راح نستقبلوا دكتور حميدي بعد ما ندوكم في جولة سياحية إلى طوكيو وبعدها مواصلين. يلا